خفض جوي مر على البلاد بفترة العطلة ومترافق بأمطار رعدية غزيرة وطقس بارد. كيف كان الطقس معك؟ يا سلام، الطقس امبارح شو بجهنم عن جد. يعني قلتوا لي إذا تبلش الصيفية بهي الطريقة يا رب دخيلك، عم تمزح. يعني يوم عم بيكون صيف، يوم عم بيكون شتوية، صبح صيف، المساء شتوية، ما عم نعرف شو عم بصير. يعني ما عاد بعرف الطقس تماما. شو نلبس؟ العالم يلي شالت السجاد وحطت الصيفي اتبهدلوا عن جد. نظامي يعني الله يحمي جميع من المرض، لانه عن جد هذا الطقس عم نشوف يعني الاغلبيه فيه عم ينصابوا بانفلونزا، مدري كورونا، ما عم نعرف شو عم بصير. العالم ما عم بتطيب يعني من المرض، فديروا بالكم عن جد على حالكم كثير منيح. طيب كيف الطقس الاسبوع القادم؟ رح تنزل درجات الحراره ولا لا؟ كيف رح تكون الاجواء عموما؟ كل هاي التفاصيل مع المتنبئ الجوي حسان جردي اللي دائما بيخبرنا عنا. صباح الخير استاذ حسان. يسعد صباحك. صباح الخيرات، يسعد صباحك. يا هلا، اهلا وسهلا فيك، وكل عام وانت بألف خير. ان شاء الله كل عام وانت بألف خير يا رب. حابين هيك نعرف اذا حنشوف منخفض جوي قريب ولا ما في. هلا بدايه صباح الخير من جديد، كل عام وانت بخير، رحمه والسلام لله وحده الابرار. هلا بشكل عام الحاله الجويه، نحن بفصل الربيع واكيد بعد منخفض جوي وحاله عدم استقرار لمده 10 ايام سابقه، يعني ادت الى انخفاض وهطولات مطريه وزخات مع عواصف رعديه وحبات البرد بالساحل باماكن متفرقه من البلاد. رجعت الاجواء الدافئه وانتهت اليوم باجواء حاره نسبيا وارتفاع بدرجات الحراره، لذروه الارتفاع هي اليوم وبكره حرارات اعلى من المعدل اليوم من 3 الى 7 درجات وبكره من 5 الى 8 درجات مئويه، اجواء حاره نسبيا. اجواء صحوه مع ظهور بعض الصحب المتفرقه لليوم، بكره الاجواء بتكون بين الصحو والغائم جزئيا. هلا نهار الجمعه راح يكون في انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره، وترجع الحرارات باذن الله الاجواء الربيعيه المعتدله راح تكون يوم الجمعه. تمام. الجمعه والسبت والاحد مطلع الاسبوع القادم هي اللي بتميز الطقس خلال هدول اليومين القادمين، مع فرصه لهطل زخات ربيعيه خفيفه من المطر بالساحل، فرصه حصول الزخات الربيعيه بالساحل اكثر احتماليه من باقي المناطق، ربما يكون في زخات خفيفه ولكن احتماليه حدوثها اقل بالشمال الغربي وبالمنطقه الوسطى، اما باقي المناطق راح تكون اجواء صحوه الى غائمه جزئيا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحراره باغلب المناطق والمدن السوريه. الرياح راح تكون اليوم شرقيه لجنوبيه شرقيه بالخفيفه والمعتدله، والبحر خفيف ارتفاع الموج. نهار بكره الرياح عم تكون غربيه الى جنوبيه غربيه، والجمعه غربيه الى شماليه غربيه بنشاط بسرعه الرياح الغربيه. الهبات بكره بتتجاوز ال 65 كيلومتر بالساعه بالساحل، بالمنطقه الشماليه بالوسطى بالجنوبيه تنخفض الهبات نهار الجمعه لل 45 كيلومتر بالساعه، والبحر عم يكون خفيف لمتوسط ارتفاع الموج. الاحوال اللي عم تكون مترافقتنا خلال هيدا الاسبوع بتبلش باجواء ربيعيه معتدله، بعدين بتستقر الاجواء بمعظم المناطق وبترجع الاجواء الربيعيه الدافئه. ونلاحظ الاجواء خلال ساعات النهار والليل عم تكون اجواء معتدله دافئه باذن الله تعالى مطلع الاسبوع القادم حتى منتصفه باذن الله. تمام، اكيد يعني هيك تفاصيل دائما الحلوه بنعرفها من حضرتك استاذ حسان. يعني مبدئيا يوم الجمعه رح يصير في انخفاض بدرجات الحراره والجو ربيعي وممكن يكون في زخات من المطر، ولكن درجات تحديدا بالساحل الزخات احتماليه حدوثها بالمنطقه الساحليه هو اكثر شيء. تمام، درجات الحراره في انخفاض، ولكن قديش رح يكون هذا الانخفاض؟ قديش رح تسجل درجات الحراره الاسبوع القادم؟ هلا انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره رح يكون الاسبوع القادم من كحل الساحل ولا بالشمال او بالوسطى. هلا اليوم الحراره عم تسجل بالعاصمه دمشق 29 درجه، في انخفاض عليها نهار على معدل درجتين الى 3 درجات مئويه، بينما بالمناطق الجبليه رح يكون الانخفاض اكثر ان كان بالساحل او بالوسطى بالشمال، رح لاحظ الانخفاض بمعدل 5 الى 6 درجات مئويه، يعني رح تكون انخفاض واضح بدرجات الحراره. تمام، اكيد نشكرك كثير استاذ حسان. شكرا، صحه وسلامه للجميع، اهلا وسهلا فيك. يسعد اوقاتك، مئة سلامه.